أهلا بكم إلى النشرة الرياضية من القدس دوت كوم. حقق فريق روما فوزا مهما على مضيفه أودينيزي بهدف دون رد في المرحلة التاسعة بالبطولة الإيطالية، وقاد اللاعب مايكل برادلي فريقه روما للفوز بعدما أحرز الهدف الوحيد قبل نهاية المباراة بثماني دقائق ليحقق روما فوزه التاسع على التوالي. وارتفع رصيد روما بهذا الفوز إلى 27 نقطة، محلقا في صدارة المسابقة ومتقدما بفارق 5 نقاط عن ملاحقه نابولي. قاد الإسباني فرناندو توريس فريقه تشيلسي لتحقيق فوز صعب على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في إطار المرحلة التاسعة من البطولة الإنجليزية. وافتتح أندري شور لتسجيل مصلحة تشيلسي في الدقيقة 33 قبل أن يتمكن سيرجيو أغويرو من تعديل النتيجة لمصلحة السيتي مطلع الشوط الثاني، ليخطف بعدها توريس هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع. في السياق ذاته أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي بأداء الإسباني فرناندو توريس الذي قاد الفريق للفوز على مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة. وقال مورينيو بعد الفوز: ربما تفقد الثقة إذا أهدرت فرصة سهلة، لكنها من الممكن أن تكون اللحظة التي تقرر فيها أن تكون رجل المباراة في النهاية. في إسبانيا تابع فريق أتلتيكو مدريد ملاحقته المباشرة لبرشلونة بعد فوزه الكاسع على ضيف ريال بيتيس 5 أهداف دون رد في المرحلة 10. واستعاد أتلتيكو فارق النقطة الوحيدة التي تفصله عن برشلونة في صدارة الدوري، ورفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 8 نقاط. في البرتغال وصل بورتو صدارته للدوري البرتغالي لكرة القدم بتغلبه على ضيف سبورتينغ لشبونة 3 أهداف مقابل هدف واحد في قمة المرحلة 8 من المسابقة. وتقدم بورتو بهدف السبق في الشوط الأول عن طريق لاعبه جوزاريه قبل أن يتمكن من إضافة هدفين آخرين في الشوط الثاني. وبهذا الفوز رفع بورتو رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول. في عالم الكرة الصفراء تغلب الأرجنتيني خوان ديل بوترو على السويسري روجيه فيدرر في المباراة النهائية لبطولة بازل السويسرية للتنس ليحصد ثاني ألقابه على التوالي في البطولة ورابع لقب له في الموسم الحالي. واحتاج ديل بوترو إلى 2.5 ساعة تقريبا للفوز على فيدرر 3 مجموعات مقابل 1. أخيرا أحرز سائق فريق ريد بول الألماني سباستيان فيتل اللقب العالمي الرابع على التوالي في سباق جائزة الهند الكبرى في الجولة 16 من بطولة العالم لسيارات الفورميلا 1 على حلبة بودا. وأنهى فيتل سباق الهند في المركز الأول محققا فوزه 6 على التوالي والعاشر له هذا الموسم. نهاية النشرة الرياضية، تحية طيبة وإلى اللقاء.